تاتش، فيلم دراما ورومانسية انتاج 2024، مدة الفيلم ساعتين، لا يصلح لمن اعمارهم اقل من 18 عاما، متوفر للمشاهدة. قصة الفيلم تدور الاحداث حول كريستوفر، الرجل المسن الذي يقرر ان يعود الى ماضيه بحثا عن حبيبته المفقودة منذ عقود. العنوان العريض للفيلم العودة الى الماضي بحثا عن الحاضر. هذه الرحلة ليست مجرد رحلة جغرافية من أيسلندا إلى لندن، بل هي رحلة داخلية عميقة في أعماق الذاكرة، حيث تتشابك خيوط الحاضر والماضي مع تداخل الأحلام بالواقع. السيناريو والحوار يتبع السيناريو بنية سردية غير تقليدية، حيث يتنقل بين الحاضر والماضي بشكل متكرر. هذه البنية تساهم في خلق جو من الإثارة وتتيح اكتشاف الأحداث تدريجيا. يمثل الحاضر في الفيلم محاولة كريستوفر العودة إلى الماضي للعثور على حبيبته المفقودة. هذا الخط السردي يعكس حالة البحث التي يعيشها البطل، ويقدم الماضي صورة رومانسية عن قصة حب كريستوفر وميكو. هذا الخط يبرز أهمية الماضي في تشكيل هوية الشخصيات. يعمل التداخل بين الخطين الزمنيين على ربط الأحداث ببعضها البعض وكشف الدوافع وراء أفعال الشخصيات. تدور الحبكة الرئيسية حول رحلة كريستوفر بحثا عن حبيبته. هذه الحبكة البسيطة تتطور تدريجيا لتكشف عن طبقات أعمق من المعنى، مثل تأثير الحرب على العلاقات الإنسانية وأهمية الذاكرة في تشكيل الهوية. يتميز السيناريو بقدرته على تعقيد الحبكة تدريجيا، حيث يتم الكشف عن معلومات جديدة تدفع القصة إلى الأمام. يواجه كريستوفر صراعات داخلية وخارجية، مثل صراعه مع الزمن والذاكرة وصراعه مع المجتمع. تستخدم الرمزية بشكل واسع لتعزيز المعاني العميقة. يرمز الماء إلى الحياة والتجدد، ولكنه يرمز أيضا إلى الزمن الذي يمر بلا رجعة، ويرمز الطعام إلى الترابط الإنساني والتراث الثقافي. على الرغم من الجوانب الإيجابية للسيناريو، إلا أنه يمكن ملاحظة بطء الإيقاع في بعض الأجزاء. الإخراج والتصوير والإضاءة، يستخدم المخرج مجموعة متنوعة من اللقطات، من لقطات قريبة تركز على تعبيرات الوجه إلى لقطات واسعة تظهر المشاهد الطبيعية، مع حركة كاميرا سلسة مما يخلق شعورا بالإنسيابية والاتصال بين الأحداث. يتم استخدام اللقطات الرمزية بشكل فعال للتعبير عن المشاعر والأفكار، مثل استخدام لقطات الماء لرمزية الزمن. يستخدم المخرج التكوينات البصرية بشكل فعال لخلق معاني إضافية، حيث يتم استخدام التناظر لخلق شعور بالتوازن والاستقرار. تلعب الإضاءة دورا هاما في خلق الأجواء المطلوبة، حيث تستخدم الإضاءة الدافئة لخلق جو من الدفء والحميمية، والإضاءة الباردة لخلق جو من الحزن والوحدة. يتميز الفيلم بشكل عام بجمالية بصرية ساحرة، حيث تتناوب لقطات الطبيعة الخلابة في أيسلندا مع مشاهد الحياة اليومية في لندن. المونتاج، إيقاع بطيء مناسب للأحداث في الفيلم. الموسيقى تتميز بألحان مؤثرة تعبر عن مشاعر الشخصيات والأحداث. يتم استخدام مجموعة متنوعة من الأدوات الموسيقية، بما في ذلك الوترية والنحاسية والخشبية، لإضفاء تنوع على الموسيقى. الديكور يلعب دورا مهما في تحديد المكان والزمان الذي تدور فيه الأحداث، مما يساعد على تصور العالم الذي تعيش فيه الشخصيات، ويساهم في بناء شخصية كل فرد، حيث تعكس الأشياء المحيطة بهم الاهتمامات وذوقهم وطريقة حياتهم. الممثلين قدموا أداء واقعيا ومقنعا، مما جعل الشخصيات تبدو حقيقية. في الختام، الفيلم كأنه أغنية حزينة مؤثرة تتردد ألحانها في الأذهان لفترة طويلة، ورغم أن بعض الكلمات لم تكن واضحة تماما، إلا أن الموسيقى العاطفية استطاعت أن تصل إلى قلوبنا. الفيلم يذكرنا بأهمية تذكر أحبائنا حتى بعد فراقهم، تذكير بأن الماضي لا يموت أبدا، وأن الحب الحقيقي يستطيع أن يتجاوز الزمان والمكان. الزمن في الفيلم ليس مجرد إطار زمني للأحداث، بل هو شخصية ذات دور محوري يعكس تدور ذاكرة كريستوفر، وكأنه يحاول اللحاق بقطار الماضي الفائت. الذاكرة هنا ليست مجرد مجموعة من الصور والأحداث، بل تحدد الهوية، وعندما تتلاشى تتلاشى معها جزءا من الذات. يقدم لنا المخرج صورة رومانسية مثالية عن الحب، ولكن هل حقا الحب خالد أم أنه مجرد وهم؟ لا يقتصر الفيلم على قصة حب عابرة للزمن، بل يتطرق أيضا إلى آثار الحرب العالمية الثانية على حياة الشخصيات،
ميكو على سبيل المثال تحمل في داخلها جروحا عميقة نتيجة الحرب النووية على هيروشيما. هذه الجروح لا تنسى بسهولة بل تترك أثرا عميقا على حياتها وعلى علاقتها بكريستوفر. تقييم للفيلم 8/10.